ريحة السلطة مشوية كنت بدها خارجة من كل دار. المهريس أمي الله يرحمها كنت نذكرها طق 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 بالمهريس، تو أنا واحدة من الناس مشي نشريها حاضرة. ريحة الشربة تبدأ خارجة من الديار. الجيرين كيفاش يحبوا بعضهم، كيفاش يودوا بعضهم، على الريحة، على الريحة تعدي لك حاجة. أنا واحدة من الناس نذكر روحي كي كنت صغيرة نبدأ نستنى في رمضان باش نعمل ميدة وحدي أنا وصحابي باش نشق الفطر، ونحنا فاترين كان قبل رمضان ريحته تضرب من بعيد. توا وليت رمضان كيما الفيسبوك، حاجة عادية جدا، نهار جاي شهر جاي باش يمشي ويتعدى وكهو. شنو الفرق بين رمضان قبل ورمضان توا؟ شنو هي الحاجات اللي تبدلت في رمضان؟ ريحة السلطة مشوية كي تبدأ خارجة من كل دار. المهريس أمي الله يرحمها كنت نذكرها طق 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 بالمهريس، توا أنا واحدة من الناس نمشي نشريها حاضرة. ريحة الشربة تبدأ خارجة من الديار. الجيرين كيفاش يحبوا بعضهم، كيفاش يودوا بعضهم، على الريحة، على الريحة تعدي لك حاجة. الصغار، أنا واحدة من الناس نذكر روحي كي كنت صغيرة نبدأ نستنى في رمضان باش نعمل ميدة وحدي أنا وصحابي باش نشق الفطر، ونحنا فاترين. رمضان قبل كان يجينا في الصيف، وأنا صغيرة كان قبل يجينا في الصيف. عنده ريحة، عنده كان قبل رمضان ريحته تضرب من بعيد. توا وليت رمضان كيما الفيسبوك، حاجة عادية جدا، نهار جاي شهر جاي باش يمشي ويتعدى وكهو. فيه برشا حاجات باهين اخرين، فيها ثم حاجة متاع تحرر كسبناها شوية. كان قبل اللي يفطر ياش بك فاطر شو الحرام والدنيا والدنيا تتقلب ويا فطار. توا ولينا نفهموا اللي ثم ناس مرضى، اللي ثم ناس يطيقون الصيام، اللي ثم ناس ما تحبش تصوم. ولينا نفهم كون الدين راوي يسامح في هذه وفي هذه وفي هذه وفي هذه، وفهمنا ديننا أكثر. لو كان نسألك، اسكو الوالدين اليوم، الوالدين التوانسة خالتين باش يزازيو صغارهم في المناسبات والأعياد، قادرين أنهم يوفروا احتياجات عائلاتهم وصغارهم ولا لا؟ والله كنا نحكيو فيه الموضوع أنا وصاحبتي توا، كيفاش حتى البلاد تحسها راقدة شوي. قبل رمضان العشرة متاع الصباح أيامات العيد ما تنجمش تتعد، جو نقول لك سي الحكاية هذية سي مونديال، عنا العالم الكل، راه مش على تونس بركا، راه العالم الكل قاعد يتشكى. تونس تتشكى، مصر تتشكى، ليبيا تتشكى، الأردن تتشكى، الدول الكل قاعدة تتشكى. يعني الأزمة هذه أزمة عالمية بحكم الكوفيد اللي جاي كسر الدنيا، وبعدك أوكرانيا وروسيا، والدولار اللي طلع والدينار اللي تدهور. معناتها اون بو با ديغ راهي الحكومه نتاعنا عندها شويه صحيح، فهمتني، اما مش مركز، معناتها مش الغلطه نتاع الحكومه الكل، والغلطه نتاع البلاد وعدم التسيير، لا 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 لا، هذه ازمه عالميه، فهمتني، والازمه العالميه اثرت على الناس الكل. وتوا ولا التونسي بالحق، التونسي ولا المتوسط ولا دون المتوسط، واللي دون المتوسط تخلى على الفقر، واللي كان على الفقر ولا تحت خط الفقر، واللي كان غني ولا غني غني. معناها تحب تقول انت اللي كل الطبقات كلها قاعده في تنازل، كلها قاعده تدا. يمكن لا سيليكسيون تو، كيفاش يقولوها كل بعد 100 سنه تجي الغرب لا ولا سيليكسيون ناتوريل من لي فيروس، ومن بعد لا سيليكسيون معناتها كوميرسيال ومتاع استثمار، ثم 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 غرب لا قاعده تصير في العالم الكل، قاعده تصير ثم غرب لا قاعده تصير، وان شاء الله يا ربي ينجينا كهوا. ما التونسي عنده الفلوس، راه عنده كنا نحكي، خاطر كي تخرج لبرا بعد تلقى الفطر في تشوف العباد وتشوف السهريات وتشوف برشا حاجات. اما شنو ولا يعمل تونسي؟ ولا يقول لك نحب نعيش، نحب ندخل، نحب نخرج، نحب نعيش، ولا لهي بالمورال نتاعو اكثر من اللي لهي بلبستو وماكلتو. خاطر اون فان كونت عارف اللي الماكله عندها وين ماشيه، واللبسه حتى من الفرب يشري، حتى لي جان تا وراه ما عادش يهمهم، فهم، تحب تعيش، تحب تدخل، تحب تخرج، تحب تمشي، تحب تجي، من حقها، من حقها راه، فهمتني. تقول لك الماكله حتى ما نعرفش، انا جو سي با كون اشتري باكيت وعظمتين ونعمل صحن كفتيجي نتعشى، اما سهريه والدخله والخرجه هي اللي باش تفوتني. الناس تخمم هكاكا، ماهمش غالطين اون فان كونت، كل واحد كيفاش يحب يعيش. وانت كيفاش تحب تعيش؟ انا كيفاش نحب نعيش؟ انا والله نحب نعيش سعيده،
السعادة متاعي هي في قناعتي الأشياء، عندي صحة ليا ما عنديش ربي يعطيني. نحب ولادي لبس عليهم وبالقداء، نحب عائلتي، نحب أصحابي، نحب خدمتي. محلى يكون هركسي يعيشك. ميرسي بوكو، يفضلك. ميرسي بوكو.